حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمواكبة لزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، والتي امتدت لمدة 3 أيام بداية من يوم الأربعاء الماضي. زيارة لها من الخصوصية الشيء الكثير، كون العراق المحطة الأولى والزيارة الخارجية الأولى بالنسبة للرئيس الإيراني، ما يفسر أهمية العراق ودوره في المنطقة بالنسبة للجانب الإيراني. كذلك تأتي هذه الزيارة في ظل ظروف إقليمية خطيرة بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني على غزة، وتباين مواقف الحكومات العربية والإقليمية بين المؤيد والصامت والمواجه والمقاوم بوجه أمريكا والكيان الصهيوني. زيارة ضمنت ملفات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، راح نبحث أهدافها ومستقبل مخرجاتها من خلال هذه التغطية. أرحب بكم مرة ثانية، وأرحب كذلك بضيوفنا بالاستوديو الأستاذ هاشم الكندي الباحث في الشأن السياسي، وعبر سكايب ينضم لنا من طهران الأستاذ سعيد شاوردي الباحث والمتخصص في الشؤون الإيرانية. أرحب بك مرة ثانية أستاذ هاشم، ونتساءل بداية عن رأيك بالمسار الدبلوماسي للحكومة الحالية بالنسبة لحكومة السيد محمد الشيع السوداني. نشوف قبل أيام متواجد في مصر وتونس بدعوة رسمية، وهذه الأيام نشوف الرئيس الإيراني متواجد في العراق بأول زيارة رسمية بالنسبة للرئيس مسعود بزشكيان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم، تحية كبيرة إلى ضيفكم الأستاذ شاوردي. العراق كان يسعى دوما إلى علاقات إيجابية منتجة مع الجميع، تحديدا ما بعد فترة الدكتاتورية و المراهقات السياسية والعدوانات التي شنها النظام السابق. ما بعد 2003 أيضا كان هنالك بعض من الدول لم تستجب إلى الوضع الجديد في العراق، ولهذا تأخر التعاطي الدبلوماسي، لكن العراق دوما كان يسعى إلى هذا الأمر. لعل الحالة المتميزة في العلاقات هو حالة الجمهورية الإسلامية التي كانت هي في دوما في صداقات مع الشعب العراقي ومع الدولة العراقية، كما تقول مع الشعب العراقي حتى في ما قبل 2003، الدولة الوحيدة التي رفضت الحصار الأمريكي الظالم على الشعب العراقي هي الجمهورية الإسلامية. وبعد 2003 كان الدعم للعملية السياسية ما قبل 2003، رغم الحرب المفتعلة، رغم الدكتاتورية الصدامية، بقى هذا الدعم موجود. الجمهورية الإسلامية كانت البلد الوحيد الذي رفض العقوبات على الشعب العراقي ووقفت مع الشعب العراقي في تلك الفترة. ما بعد 2003 كان هناك دعم سياسي كبير، دعم اقتصادي، وأيضا كانت العلاقات هي الأفضل، وتعد العلاقات ما بين العراق والجمهورية الإسلامية هي علاقات نموذجية من الدول. أيضا الجمهورية الإسلامية حال العلاقات ما بين الدول، العلاقات ما بين الدول ترتبط بإعلان وموقف،
الجمهوريه الاسلاميه دوما كان اعلاناتها ومواقفها هي مع الشعب العراقي. لنا ان نذكر فقط انه الجمهوريه الاسلاميه كانت داعمه الى ان الشعب العراقي ينهي الاحتلال الامريكي على اعتبار هذه الامور اساسيه، والبلد لا يستطيع ان ينهض بوجود احتلال ويحقق سيادته. الامر الثاني التعامل مع المنتج الامريكي داعش الارهاب الذي ضارب العراق، كان الموقف الجمهوريه الاسلاميه هو الابرز. وثبت من جديد انه الجمهوريه الاسلاميه هي الصديق العراق متوجه بعلاقات مع الجميع كما قلت، ومع الجمهوريه الاسلاميه هي علاقات متينه متجدده راسخه. كان هنالك اكثر من زياره للطرفين على مستوى يعني رئيس الجمهوريه الاسلاميه، وايضا على مستوى رئاسه الوزراء العراقيه ورئاسه الجمهوريه. اكو تبادل الزيارات، لكن هذه التبادل الزيارات والعلاقات الخارجيه مو فقط مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، نشوفها مع عدد من الدول سواء الاقليميه او حتى دول الغرب. نعم، بالنتيجه العراق انتهج في حكومه محمد الشيع السوداني، انتهج عنوان الدبلوماسية المنتجة. هذه لربما هي للسعي إلى أن تكون هناك علاقات مع الدول التي هي متلكية أو لا تظهر تبادلا بنفس الحماسة العراقية في الدبلوماسية. لكن عندما نتحدث باعتبار أنه اليوم الحديث عن زيارة الرئيس الإيراني، لا هي علاقات أساسا علاقات متينة، علاقات راسخة، توصف سياسيا بينها علاقات نموذجية بما يتعلق بهذه الزيارة تحديدا. هذه الزيارة كما يعرف الجميع هذه الزيارة كانت معدة ومخطط لها من زمن الرئيس الشهيد آية الله رئيسي، وكان المفروض أن تحدث بعد 4 أيام من حادث. راح ارجع لتفاصيل هذه الزياره واهميتها. انتقل الى الاستاذ سعيد شاوردي، وارحب بك مره ثانيه استاذ سعيد، واتساءل كذلك عن المسار الدبلوماسي الجديد بالنسبه للحكومه الايرانيه برئاسه الدكتور مسعود بزشكيان، خصوصا وانه وعد خلال فتره وحمله الانتخابات بتحسين العلاقات الخارجيه وانهاء عزله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والتخفيف من العقوبات الدوليه بحق ايران. تحية طيبة لك أخي الكريم ولدكتور هاشم وجميع المشاهدين. صحيح، الرئيس بزشكيان كما تفضلت أكد منذ الحملة الانتخابية أنه سيركز على العلاقات، تنمية العلاقات مع دول المنطقة والعالم، وطبعا هذا أيضا ما كان يعمل عليه الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي أيضا، يعني هو أيضا عمل على حلحلة الخلافات التي كانت تشوب العلاقة الإيرانية العربية والإقليمية، ونجح إلى حد كبير يعني من خلال عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية طبعا، وهذا كان هناك دور كبير ومهم أيضا لعبه هو العراق لعودة تلك العلاقات بين طهران والرياض. فاليوم سياسة الحكومة الجديدة في إيران أيضا يتركز على الاستمرار على هذا النهج، خاصة مع دول المنطقة وخاصة الدول المهمة في المنطقة، العراق والسعودية ودول أخرى. أعتقد يعني أصبح الجميع اليوم يدرك أهمية هذه العلاقات أو العلاقات الإقليمية بين كل دول المنطقة. يعني في يوم من الأيام إسرائيل حاولت أن تقول هي الكيان الذي يمكن لدول المنطقة أن تعتمد عليه للوصول إلى الأمن أو الرخاء الاقتصادي والتقدم. هذه النظرية الكاذبة التي حاولت أن تروج لها إسرائيل ودعمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، سقطت لأنها غير حقيقية. يعني لا يمكن أن تجعل من إيران دولة خطيرة أو تدعي أنها خطر، بينما إيران هي منذ آلاف السنين دولة جارة لكل الدول 15 جارة إلى جنبها. اليوم شعوب المنطقة وإلى حد كبير حتى دول المنطقة باتت تعرف الحقائق، فلذلك نرى يعني
هذا الإقبال والتوجه نحو تنمية العلاقات بين كافة نعم. دول المنطقة. وكيف العراق كما أشرت كيف يعني تنظر استاذ سعيد، حظي على وكيف تنظر مكانته الجمهورية التي الإسلامية ينبغي أن الإيرانية يصل إليها، لدور العراق الزيارات في التي هذه رأيناها الوساطة؟ للرئيس السيد شياع السوداني للدول العربية كما أشرت حضرتك، والانفتاح العربي على العراق وعلى سوريا، وأيضا إيران يعني أعتقد نجحت إلى حد كبير أن تعزز علاقاتها مع دول المنطقة، والبداية كانت في الحكومة الجديدة مع العراق، واختارت هذه وأعتقد الحكومة يعني الانطلاق من العراق. نعم فكيف تنظر، أني أرجع مرة هذه ثانية إلى سؤالي، كيف تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوساطة العراقية؟ مثل ما ذكرت المثال الحي هو العلاقات الإيرانية السعودية وتبادل فتح السفارات وتحسن مستوى العلاقات بين البلدين. بكل تأكيد أي زيارة خارجية إلى أي رئيس أي دولة وبلد عندما يختار أول دولة، هذا يدل على أن تلك الدولة أو البلد تحظى بأهمية كبيرة في سياسات ذلك البلد. الرئيس بزشكيان يعني بدأ هذه الرحلة والزيارات من العراق، فهذا بكل تأكيد أعتقد يعني اتضح للجميع أن العراق تشكل محطة كبيرة في السياسة الخارجية الإيرانية. وهناك خلال هذه الأيام الثلاثة التي جرت فيها الزيارة حصلت الكثير من اللقاءات، آفاق كبيرة من التعاون أعتقد سنشهدها خلال جي. الفترة القادمة، راح نستعرضها إن شاء وهناك الله فرص خلال كبيرة هذه في التغطية. المجال التجاري نعم والاقتصادي راح وغير نناقش ذلك، الجنبة فأعتقد الاقتصادية من سنشهد يعني خلال هذه المزيد من الزيارة. التطور في أرجع لك هذه مرة العلاقة. ثانية أستاذ هاشم، أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعراق، خصوصا أنه هذه الزيارة مثل ما ذكرت أتت بدعوة رسمية من قبل رئيس الوزراء السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومثل ما هو المعروف من المفترض أن يؤديها السيد إبراهيم رئيسي رحمه الله. دوما توصف الجمهورية الإسلامية بأنها العمق الاستراتيجي للعراق، وأيضا العراق يوصف بأنه العمق العقائدي للجمهورية الإسلامية، وهذه الأصيرة كونت تكاملا في العلاقة، والعلاقات التي هي بمستوى عالي ومتين تحتاج إلى أيضا ترسيخ وتأكيد بين فترة أخرى، وتأتي هذه الزيارة هي تطوير لاتفاقيات قائمة وأيضا فتح مجالات تعاون جديدة. 14 مذكرة تفاهم وتوقيع هو أمر يشمل الكثير من المجالات. العراق يستفاد من تجربة الجمهورية الإسلامية، وتجربة الجمهورية الإسلامية باعتبار أنه هنالك كثير من الظروف المتشابهة ما بين البلدين، الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تواجه حصارا ظالما لا قانونيا على مدى 4.5 عقود، استطاعت أن تحول التحدي إلى فرصة، وتحول الألم إلى أمل، وأيضا استطاعت أن تصل رغم الظروف الصعبة إلى مراتب مهمة ومتقدمة في الكثير من المجالات على المستوى العالمي، وأيضا قد طورت قدراتها الذاتية. هذه التجربة مع العراق الذي أيضا يعاني من ضغوطات وابتزازات أمريكية لغاية الآن، والعراق أيضا بعد هذه السنوات الدكتاتورية والاحتلال والإرهاب يريد أن يتطور، أن يبني قدراته بعملية تنموية، يحتاج أن يستفاد خير تجربة للتعاون الذي أثمر باستشارات وتعاون بما يتعلق بالمجال الزراعي. العراق استطاع أن ينهض بزراعة الحنطة ليحقق الاكتفاء، وهذه من المرات الأولى اللي حقق بها، لأنه كان يحتاج إلى هذه المادة الأساسية. تعرفون مسألة الخدمات التي أمريكا لا زالت تتدخل وضاغطة فيها، على اعتبار أن هذا الملف يؤثر في حياة الناس، وأمريكا لا تريد
أن تكون حياة الناس هانئة بهذا المجال وفي غيره، وتحاول تفرض رأيها وتدخلاتها بشيء. كهرباء موقف الجمهورية الإسلامية بها واضح جدا، طيب. دعمهم تقديمهم الغاز وأيضا كثير من المجالات. الآن هنالك توجه للعراق بالمشاريع الاستراتيجية بما يتعلق بطريق التنمية مثلا. جيد. طريق التنمية تعرفون هو عمود الفقري، هي خطوط السكك، وهنالك اليوم مشروع ربط سككي. رح نفصل أكثر بالجانب الاقتصادي، بس إذا نرجع إلى مسألة العلاقات الخارجية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوساطة العراقية، ونتساءل لأي درجة نجحت هذه الوساطة العراقية اليوم بتقريب وجهات النظر بين إيران وباقي الدول، سواء دول المنطقة أو حتى دول العالم. هذا الأمر دوما ما كانت فيه الجمهورية الإسلامية، نتحدث بالمعلن وهو الذي موجود ويعرفه الجميع، الجمهورية الإسلامية دوما ما كانت هي بيد ممدودة وبقلب مفتوح للجميع، تسعى إلى علاقات مع الجميع تحديدا دول المنطقة. كان هنالك سياسة ومنهجية أمريكية بإبعاد دول المنطقة التي تستجيب للضغوطات الأمريكية والأوامر الأمريكية بإبعادها عن الجمهورية الإسلامية وتحويلها من دول صديقة إلى دول عدوة، لأن أمريكا دوما ما كانت تعلن ولا زالت تعلن بأن هدفها الأساسي في المنطقة هو حماية الكيان الإسرائيلي بعدواناته بجرائمه، ولهذا كانت تريد أنه تبعد هذه الدول عن الجمهورية الإسلامية حتى تضعف محور هو يعلن مساندته ودعمه للشعب الفلسطيني ولحقه. نجحت أمريكا بهذه المسار؟ نجحت إلى فترات طويلة نعم، ولهذا كانت هنالك خطابات وسياسات معادية ضد الجمهورية الإسلامية من دول عربية مثلا، منها السعودية، منها مصر، منها الأردن. لكن هذه الدول بمجريات الأحداث وباستجابتها إلى أوامر أمريكية اكتشفت بأنها سائرة في خرابها، ولهذا راجعت مواقفها وتغيرت مثلاً تغيرت مواقف هذه الدول. العدوان على اليمن نعم. بلد عربي تعتدي عليه السعودية أكثر من 10 سنوات بأوامر أمريكية بريطانية، وبالتالي عندما فشل هذا الأمر اكتشفوا بأنهم يذهبون إلى سراب، ومقولة المتغطي بأمريكيا عريان ثابتة حقيقية، ولهذا الدول هذه راجعت. هنا كان هنالك دور حاضر، نيات حاضرة، العراق قام بهذا الدور التقريب وبين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية مع الأردن كذلك مع مصر. لحد الآن هذا الدور ناجح، هذا الدور انتقل الدور قائم، لكن من يعطل هذا الدور ومن لا يريده هو الأمريكان. دعيني أذكر معلومة سريعة جدا، أنه الشهيد سليماني كان في مهمة لهذا الأمر عندما استهدف في مطار بغداد، هو مسألة ملف التقريب ما بين موضوع العلاقات وتقريب وجهات النظر، وأيضا هي فقط ليس عودة العلاقات. الجمهورية الإسلامية أكثر من مرة أعلنت بأنها تسعى إلى تحالفات إقليمية في بين دول المنطقة، تحالفات أمنية، عسكرية، اقتصادية، ثقافية، وللعراق دور هذا، وكلها بعنوان واحد، كل هذا عنوان واحد، أنه تحقيق الأمن والسلم والنماء في المنطقة، وهذا ما تسعى عكس العراق سعى إلى أن يكون إيجابياً طيب. وأيضاً حاضر في هذا الشيء. جيد. أنتقل لك أستاذ سعيد، يعني أكثر من مرة سمعنا من خلال التصريحات الصحفية للرئيس بزشكيان عن موضوع الوحدة العراق وإيران، فأي نوع من الوحدة اليوم تسعى الحكومة الإيرانية لتحقيقها مع العراق وبالتحديد سياسة الرئيس الإيراني؟ الدكتور هاشم يعني أشار إلى خلفية السياسة الإيرانية في العقود خلال 45 عام الماضية على الدوام. يعني إيران منذ اليوم الأول عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في عام 1975 نادت يعني بالوحدة. الكلمة الأولى التي نادى بها الإمام الخميني هي الوحدة بين كافة دول العالم الإسلامي، وتلك الوحدة يعني ترتكز على القضية الفلسطينية.
ولا زالت إيران مستمرة بهذه السياسة والدعوة لكافة دول العالم الإسلامي، لكن للأسف الشديد يعني هذه الدعوة بسبب السياسات الأمريكية والغربية والإسرائيلية لم تلقى يعني آذانا صاقية في العالم العربي والإسلامي، ومما أدى إلى نقع نحن فيما وقعنا فيه اليوم. 57 دولة إسلامية، 22 دولة عربية، كلها عاجزة أمام الجرائم الإسرائيلية، ونرى ماذا يحدث اليوم في غزة. هناك بدأنا يعني في الآونة الأخيرة نسمع هذه الأصوات التي تؤكد على الوحدة أيضا في بعض دول المنطقة، من ضمنها العراق، اليمن ودول أخرى. هذه الدول يعني باتت تدرك أهمية هذه الوحدة. هي الوحدة ليست شعار، الوحدة يعني مشروع استراتيجي. هو وهذا هذا ما حصل عنه أستاذ سعيد، التطبيق الحقيقي والفعلي لهذه الوحدة، وهو الذي يعني يخرجنا من الأزمة التي نحن فيها، سواء المشاكل والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية. ويمكن هذا كما تفضلت يعني مسعود بزشكيان اليوم خلال تواجده في البصرة يعني قال لو أن هناك وحدة كانت بين العالم العربي والإسلامي ما استطاعت إسرائيل أن تفعل ما تفعله اليوم. هذه الوحدة هي مشروع متكامل يعني يشمل الأمن والقضايا العسكرية والاقتصاد. وأعتقد يعني علينا أن نذهب نحو هذا المشروع، يعني لا أن نبقى في مجال الشعارات. طبعا للأسف لا زالت الضغوط الأمريكية والغربية. من يستجيب لهذا المشروع أستاذ سعيد؟ إذا على الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية فهي في صف واحد من القضية الفلسطينية، لكن باقي الحكومات العربية شوف ماكو استجابة لمثل هكذا مشاريع. صحيح، هي هاي المشكلة. يعني نحن للأسف الشديد يعني لدينا منظمة التعاون الإسلامي، ما بعرف يعني الجامعة العربية، منظمات أخرى، ولكن هذه أخي العزيز يعني هذه المنظمات لم تقوم بأي دور. يعني لو سألنا ماذا فعلت منظمة التعاون الإسلامي من أجل قضية واحدة في العالم الإسلامي، يعني دعنا عن القضايا المتعددة، ماذا فعلت لغزة؟ يمكن أن نقول لا شيء، صفر. ماذا فعلت؟ هذه بسبب يعني للأسف يعني حاولوا يعني من خلال الخلافات التي أوجدوها بين الدول الإسلامية الكبيرة خلال العقود الماضية أن يبعدوا هذه الدول عن الوحدة الحقيقية، ولكن اليوم أتصور أن شعوب هذه المنطقة بدت يعني تطالب بهذه الوحدة، وهناك فرص كبيرة لتحقيق هذه الوحدة، حتى لو لم تكن وحدة شاملة تشمل كل شيء. يعني نحن على الأقل في المجال الدفاعي، في المجال الأمني، هو في مواقف المجال الشعوب الاقتصادي، مواقف الشعوب بحاجة دائما إلى هذه واضحة الوحدة. ورافض الاتيان الصهيوني والاعتداءات المستمرة من قبل الكيان قوية. والاعتداءات المستمرة من قبل الكيان، لكن المشكلة هي بمواقف الحكومات العربية الصامتة عن الإبادة الجماعية اللي تعرض لها أهلنا بغزة. أرجع لك مرة ثانية أستاذ هاشم، ونذكر إحنا قضية غزة، ولو أنه هذه القضية هي قضية مركزية بالنسبة للعراق وإيران، لكن إذا سألنا عن موضوع الوساطة ما بين العراق وباقي الدول بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل أنه هذه القضية راح تأثر وموقف العراق وإيران يأثر على هذه الوساطات؟ الموضوع ليس فيه وساطات، الموضوع فيه موقف. الموقف ثابت، لكن اليوم لما أكفت مباحثات المقصود على الدول العربية، الدول العربية أولا، موقف الجمهورية الإسلامية وموقف العراق هو الموقف الأوضح على المستويين الإسلامي والعربي، ودائما كانوا بمساء كاملة لإيقاف العدوان الصهيوني على غزة. وهذا الأمر أيضا تأكد بدعم بمحافل سياسية في أكثر من مرة. نعم، الأمر لو كان فيه أيضا ذات الموقف
من الدول العربية والإسلامية لكان هذا الأمر إيجابياً أكثر ومفيداً أكثر. لكن للأسف الأنظمة العربية هي اليوم ليست على الحياد، بل هي تقف مع الكيان الإسرائيلي. عندما فرض الشعب اليمني حصاراً على البضائع الصهيونية والأمريكية، لأن الصهاينة والأمريكان يقتلون الفلسطينيين ويمارسون حرب إبادة، دول عربية وأنظمة عربية قامت بإنشاء طريق بري نحو إسرائيل من الإمارات والسعودية والأردن. فهذه النقطة ما راح توقف تطور العلاقات عزيزي. اليوم الآن لدينا العلاقات ما بين لدينا إيران والدول الإقليمية. وصلت الأمور الآن إلى أنه الصهاينة فشل، وأرادوا الآن من خلال المفاوضات التي يدفع لها الأمريكي ويريد أن يجدها مخرجا للصهاينة، والصهاينة والأمريكان يريدون أن يحققوا نصرا بالمفاوضات بعد أن فشلوا في أن يحققوا نصرا من خلال القتل والأسلحة. الجمهورية الإسلامية كذلك العراق، موقف الجمهورية الإسلامية أوضح أنه وكذلك المحور بصورة عامة أنه هذا الأمر هو وحتى ما تقول العراقي ما تقول به حماس. بالتالي أن يعطى هذا الدعم للمقاومة الإسلامية للشعب الفلسطيني لحماس، وهذا دعم سياسي كامل بأنها هي من تقرر هذه الأمور. هذا أولا. الأمر الثاني وهو الأمر المهم أنه ساهم العراق والجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية، في الإدانات، في التظاهرات، في فضح العدوانات التي تجري من قبل الأمريكان والصهاينة على الفلسطينيين. وهذا الأمر أثر في تغير المواقف في دول أوروبية، كانت مثلا كانت ذاهبة إلى مخططات الصهاينة بإبادة حماس، بإبعاد أهل غزة إلى سيناء. هذه الأمور تغيرت الآن، رسمت خارطة جديدة هذه المواقف بالنسبة للشعب والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية والشعب العراقي. موقف الحكومة والشعب الإيراني الجمهورية الإسلامية هو موقف ثابت، وهو بذاته الذي رفع بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، أن الجمهورية الإسلامية دوما هي لنصرة المستضعفين وحرب المستكبرين. إيش قدم أثر هذه على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ إيش قدم أثر بمسألة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، على العزلة الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية؟ لولا موقف المناصرة والتأييد والانتصار لفلسطين وللحق الفلسطيني لما كان هنالك عقوبات بالأصل ضد الجمهورية الإسلامية. بل إنه الغرب في أكثر من مرة وأمريكا أرسلوا رسائل إنه تخلوا عن فلسطين ولكم ما تريدونه وما تمدون، ولكن هذا الموقف موقف مبدئي في نصرة الأحرار وفي نصرة المستضعفين في العالم بالمناسبة جميعا. نعم الدعم الأكبر والأبرز هو للشعب الفلسطيني، لكن مثلا في الأعوام الماضية كان هنالك نصرة ولا زالت ودعم لشعب فنزويلا وأيضا للشعب اليمني، للشعب العراقي، للشعب البحريني. خليني أسأل بهذه النقطة، أنتقل بها السؤال يا الأستاذ سعيد، ولو أنه جاوب أستاذ هاشم على جزء من هذا السؤال، لكن تساءل هل أنه القضية الفلسطينية قابلة للتفاوض بمفهوم بالنسبة للحكومة الإيرانية؟ القضية الفلسطينية طبعا هي كما أشار الدكتور هاشم هي من الثوابت في السياسة الإيرانية، وهذا أصبح معروف يعني للجميع أنه لا أحد هنا يستطيع أن يقير الموقف الذي جاء به الإمام الخميني، وهو الوقوف مع القضية الفلسطينية حتى تحرير الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. يعني هذا لا يتغير مع مجيء أي حكومة إصلاحية ومعتدلة وما بعرف يعني محافظة، هذا ثابت. الرئيس بيزشكيان في أول لقائه مع وسائل الإعلام وخلال رسالة أرسل بها لقادة فصائل المقاومة أكد أن إيران ستستمر بدعمها كما كانت في السابق لجميع فصائل المقاومة، وفي مقدمة كل هذه الفصائل هي الفصائل الفلسطينية التي تقاوم
تواجه الاحتلال الإسرائيلي. إيش قد قادرة اليوم؟ إيش قد قادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات تستمر المتحدة بهذا الدعم رغم العقوبات المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهم؟ نعم بكل تأكيد. هو أيضا كما تفضل الدكتور هاشم، يعني هذا ما يتحدث به السياسيين هنا في إيران، يعني خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الغربيين الأوروبيين وحتى الأمريكيين، يعني خلال المفاوضات التي جرت حول الملف النووي، كلهم هم يقولون، يعني يقولون لإيران علنا وبشكل واضح، يا أخي أنتم ما دخلكم بالقضية الفلسطينية، هو كل العالم الإسلامي يعني تارك القضية الفلسطينية إلا في الشعارات حقيقة. للأسف أقول هذا، يعني معظم الدول العربية والإسلامية، يعني رأينا خلال اجتماعاتهم الأخيرة التي عقدت للقضية الفلسطينية حقيقة كانت يعني مواقف مخجلة جدا، ما عدا يعني عدد قليل من الدول من بينها العراق، الجزائر، سوريا، يعني كلهم لا تجد إلا إدانات وشجب. يعني أنت انظر اليوم لحركة واحدة، حركة أنصار الله، يعني ما قدمته للقضية الفلسطينية، يعني يمكن أن نقول لو جمعت كل هذا الدعم العربي للأسف، أو ما يسمى بالدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية خلال 75 عاما، لا أعتقد أنه يعادل الدعم الذي قدمته حركة أنصار الله خلال الأشهر العشر الماضية. يعني لماذا يحصل هذا؟ لأن هناك إرادة حقيقة يعني لمواجهة إسرائيل بشكل حقيقي، بعيدا عن الخوف من الغرب ومن أمريكا ومما ستفعل أوروبا وغير ذلك. فهذا الدعم الذي كان في إيران ولا زال وسيتواصل إن شاء الله، هو دعم حقيقي، يعني استطاع أن يفشل مخططات إسرائيل وهذا في المنطقة تجاه القضية وهذا ما الفلسطينية الأيام، ومخططات الغرب وأمريكا. يعني أنت تعرف من كل مرة طرحنا على غزة قضية السلام الإبراهيمي والاتفاقات ما بعرف الإبراهيمية وصفقة القرن وما بعرف مفاوضات عجيبة قريبة بأسماء كثيرة، كل هذا من أجل تصفية القضية الفلسطينية جرت من قبل ولكن القرن. هذه القضية مستمرة وقضية من الثوابت مثل ما ذكرت، سواء بالنسبة لي مقاومة إيران الشعب أو الفلسطيني المدعومة من قبل إيران. نعم عفوا أستاذ سعيد. أستاذ هاشم، إذا دخلنا في الجنبة الثانية، جنبة مهمة جدا بالنسبة لزيارة الرئيس الإيراني للعراق، وهي الجنبة الاقتصادية، وهنا نتساءل ما مدى حاجة العراق إلى الخبرات الإيرانية وزيادة مستوى التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار. أولا القرب الجغرافي، طول الحدود، المشتركات الاجتماعية، كلها لربما هي عوامل أساسية في السعي إلى أن تكون هنالك علاقات اقتصادية متميزة ما بين البلدين، وهذا الأمر معروف ومشخص، والمسارات في التعاون الاقتصادي واضحة وهي ناجحة بشكل كبير. الذي يعرقلها هو الابتزازات والضغوطات الأمريكية التي هي تقيد بعنوان العقوبات ولا تريد لهذا الأمر أن يكون به تعاون. بما يخص حركة الأموال، ليس فقط حركة الأموال، حتى بالعقوبات الظالمة التي والغير قانونية التي تفرضها أمريكا على الجمهورية الإسلامية وعلى تعاملاتها مع دول العالم، كانت تضع عنوانا بأنه في حال أنه هذه العقوبات تضر بدولة من حيث الالتزام بها، أي دولة مع الجمهورية الإسلامية، يكون هنالك استثناء إلا مع العراق، حتى لو تضر عليه أن يلتزم، عليه أن يخضع لأمريكا، عليه أن يطيع أمريكا في عقوباتها غير القانونية غير الإنسانية. ويتوعدون بفرض عقوبات على العراق بحالة المخالفة. أكثر من هذا، يبتزون العراق ويتدخلون. خذ مثلا في فترة من الفترات كان هنالك تراكم لعدم دفع المبالغ مستحقات الغاز الإيراني، وإلى اليوم إحنا مديونين للجانب الإيراني. هي ليست مديونية، هي مستحقات، مستحقات لازم تدفع. هو دين الأمريكان يقيدون، لأنهم يتهنون أموال العراق، أموال النفط العراقي،
يتنهونها في أمريكا في البنوك في الفدرالي الأمريكي بذريعة أنه هذه الحماية الأمريكية حتى لا يأخذها الدائنون. من هم الدائنون؟ كم بقي من الدين العراقي؟ أمريكا لا تصرح بهذا الأمر ولا تناقش هذا الأمر، وتريد من العراقيين أن يستجيبوا. كيف يوفر العراق احتياجات أساسية لشعبه بما يتعلق مثلا بالطاقة الكهربائية؟ أمريكا ترفض أن يكون هذا الأمر حتى لو كان تسديدا لما تقدمه جمهورية من غاز. وحتى عندما كان هنالك اتفاق وسعى العراق أنه يحل هذه المسألة بعد أن وصلت أكو أموال الجانب الإيراني 11 مليار توصل دولار. بالمصارف العراقية. كان هنالك اتفاق على أنه من خلال مصرف أحد البنوك العمانية يحول جزء من هذا الدين بمقدار 2 مليار دولار يسدد إلى الجمهورية الإسلامية، وتم تحويله إلى سلطنة عمان. هنا أيضا ضغط على الأمريكان أن تدخلوا، قالوا لا يحول المبلغ بصورة كاملة، وإنما المبلغ الذي يحول هو بمقدار 200,000 دولار شهريا. هكذا شنو الغاية من هذه الإجراءات؟ إنه حتى لا يحتاج هذه قيود أكثر تعطيل. هذا الكلام رغم وهذه مثل ما ذكرت مطبقة فقط على العراق، فقط على العراق. نعم هنالك دول لا تستجيب للضغط الأمريكي وعندها تبادل تجاري مع إيران. نعم، لكن بما يتعلق بالعراق، لأن الأموال هي مرتهنة عند الأمريكان ومستعوذين عليها بشكل كامل. بالتالي من يعرقل العلاقات الاقتصادية التي فيها منفعة متبادلة ومصلحة للطرفين للجمهورية الإسلامية والعراق هو التدخلات والابتزازات الأمريكية. طيب. بالتالي التبادل التجاري اليوم هو تبادل عالي. بالمناسبة العراق له تبادلات تجارية أعلى مع الصين، وهذا مع ما يتصور البعض أن التبادل مع إيران مع أعلى مع الإمارات مع الجمهورية الإسلامية هو في المرتبة الرابعة. يعني أن تركيا الصين ثم تركيا ثم الإمارات ثم الجمهورية الإسلامية. هذا هو الذي فيه الحال، مع أنه طبيعة وإلى الآن أعتقد 10 مليار قيمة التبادل التجاري، بحدود 10 مليار نسعى إلى تطويرها. وأيضا هنالك أمر أنه كما في العالم جميعا حتمية القرب الجغرافي وهذه الأمور المساعدة بما يتعلق بالمنافذ بما يتعلق بالتبادل. والأمر الآخر أنه الجمهورية الإسلامية تسعى إلى أن تكون هنالك حالة تنشيط للاقتصاد العراقي من خلال خطوط إنتاجية وليس فقط تصدير بضائع. جيد. أستاذ سعيد، 14 مذكرة تفاهم وقعت في العراق ما بين الجانب العراقي والجانب الإيراني، مذكرات متنوعة في مجال الاتصالات، في مجال التبادل الثقافي، في مجال الحماية الاجتماعية، التدريب المهني، في مجال نشاط الغرف التجارية. فإلى أي مدى أن هذه التفاهمات ستطبق على أرض الواقع، ومدى جدية اليوم الطرفين في تطبيقها وتفعيلها بشكل حقيقي؟ والله هذا السؤال المهم، ويعني هذه المذكرات التي تم التوقيع عليها طبعا هذه هي البداية. المهم أن تطبق على أرض الواقع. أعتقد هناك طبعا إرادة قوية لكلا البلدين لتنفيذ هذه المذكرات يعني. وهناك فرص كبيرة لأن تنجح، وصحيح هناك يعني محاولات من قبل الولايات المتحدة من خلال العقوبات التي تفرضها على إيران والضغوط التي تمارسها على العراق كما أشرتم، أن تمنع العراق أن يتعامل مع إيران في المجال الاقتصادي والتجاري. إذا نسأل على أهم الملفات أستاذ سعيد، أهم الملفات اللي ممكن الجانبين الاستفادة من عدها وتبادل الخبرات فيها. بس شوي السؤال أنا لم يصلني بشكل كامل يعني. عفوة. شوي عندي مشكلة بالصوت، ولكن ما فهمت من سؤال حضرتك. طيب. هي أهم يعني الملفات تخدم الاستفادة من عدها قبل الجانبين. يعني هناك حاجة لإيران أن تكون لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع العراق وأيضا العراق كذلك، والطاقات متوفرة يعني في كلا البلدين يعني أن نقوم بالكثير. إحنا مثل ما تفضلت كان هناك توقعات أن يصل حجم التجارة والاقتصاد يعني بين البلدين إلى 20 مليار،
وحتى أكثر من ذلك إلى 30 مليار، ولكن لم نصل حتى الآن. يعني حوالي هي الآن العلاقة الاقتصادية التجارية بين البلدين حوالي 10 مليارات، فهناك طريق طويل يمكن أن يعني نعمل الكثير من أجل أن نصل إلى 20 أو 30 مليار دولار. الولايات المتحدة ستبقى يعني تفرض الضغوط على العراق وتمنع إيران من يعني استعادة المبالغ المالية من العراق، ولكن يعني يمكن أن نجد حلولا. هناك يمكن أن نتعامل بعملة أخرى وبالدينار وبالريال، وأيضا هناك طبعا العالم بدأ يتغير. يعني هو اليوم منظمة بريكس هي هذه، وخلال اجتماعها الأخير يعني ركزت على مواجهة هذه السياسة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة ليس فقط مع العراق وإيران تمارس هذه الإرهاب جيد. الاقتصادي الذي تسميه إيران، أستاذ سعيد، هذه المذكرات فيها مثل ما والصين. ذكرنا عدة مجالات، يعني من أهمها مجال الاتصالات، مجال الزراعة، مجال التدريب المهني. فإذا نسأل اليوم لأي مستوى وصلت الجمهورية الإسلامية بهذه المجالات، لأي درجة من والله التطور؟ أتصور يعني استطاعت إيران أن تخطو خطوات يعني بعيدة في هذه المجالات ومجالات أخرى يعني كثيرة. يعني في مجال الطب تعرف حضرتك 97% يعني من الأدوية التي تحتاجها إيران هي تصنع في الداخل، فهذا هو اكتفاء ذاتي. في المجال الغذائي أيضا يعني حققت إيران يعني نجاحات كبيرة في مجال العلوم، في مجال حتى المجال النووي. طيب. في الكثير من هذه المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون بين إيران والعراق. يعني جيد، وتبادل المنفعة بين البلدين، في مجال النفط والغاز تبادل حتى تعرف أيضا للخبرات. حضرتك يعني نعم. هناك عقوبات شاملة من قبل الغرب طيب. على إيران، ولكن إيران تستخرج النفط يعني بقدراتها الداخلية وأيضا الغاز، وتصدره للعديد من دول العالم، الصين والهند ودول نعم. أخرى. ومستمر إيران بهذه التبادلات إيران التجارية قدرات علمية مثل ما كبيرة ذكر يمكن أستاذ هاشم يعني إلا على أن العراق يستفيد منها العراق وتفرض هذه وأن العقوبات. تحصل شراكة حقيقية نعم. بين أرجع لك البلدين. أرجع لك مرة ثانية أستاذ شاوردي دكتور هاشم. فبالتالي هذا هو مستوى العلاقات، أكو تبادل منفعة، أكو تبادل تجاري، تبادل اقتصادي، أكو خبرات إيرانية واصلة لمستوى عالي مثل ما ذكر أستاذ سعيد. تحتاجها الحكومة العراقية والشعب العراقي في تطوير هذه المستويات في هذه التخصصات. ليش البعض يودي العلاقة ويودي الزيارة إلى مساحة ثانية؟ بعض يوصفها أنه هو تدخل من الجانب الإيراني، تطلع لنا سين من الشخصيات أنه زيارة الرئيس الإيراني لتصحيح الأجواء داخل الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة وغيرها من هذه الأمور، أكيد سمعتها. والله إذا كانت التداخلات تنتج هكذا علاقات ومواقف فمرحبا بها التداخل. هؤلاء مفهومون ومعروفون بالنسبة لنا على الأقل. هنالك من يعكس الرغبة والنية والمخطط الأمريكي في أن يكون عزل للعراق عن الجمهورية الإسلامية. هذا الأمر فيه إعلانات أمريكية، أمريكية لا ترغب. سفيرة يراد تعيينها في العراق تخرج بإعلانات مخططات وتقول بأن هدف وجودها هو إبعاد العراق عن إيران وإبعاد إيران عن العراق. بالتالي الدول التي ترسم سياساتها وهي بالأساس تقارن اليوم التحركات الأمريكية بالعراق مقارنة بزيارة رسمية، بدعوة رسمية من رئيس وزراء العراق. دوما كنا نقول في مناسبات عدة عندما نذكر بأن الجمهورية الإسلامية تمثل الصديق الصدوق للعراق، هذا الأمر لا يأتي من فراغ ولا يأتي من حالة عاطفية، وإنما من موقف مواقف. عندما جاءت أمريكا بمنتجها داعش الذي اعترفت به هيلاري كلينتون واعترف به ترامب، كان العراق يحتاج إلى أسلحة بسبب ما مارسته أمريكا. عندما طلب العراق من أمريكا السلاح الذي كان قد دفع ثمنه بمقدار 28 مليار دولار، أمريكا قالت هذا الأمر يحتاج إلى سنوات حتى نجهزكم بالسلاح. جيد. والعراق في مواجهة مباشرة مع إرهاب يتمدد.
عندما العراق طلب من الجمهورية الإسلامية سلاح. الجمهورية الإسلامية قدمت الأسلحة ليس من المخازن، من معسكرات الجيش. ولهذا عندما نشكر الجمهورية على هذا الموقف، نحن نتمنى أيضا الآخرون يقومون بذات الشيء في علاقات احترام وتعاون متبادل ومصلحة متبادلة مع العراق. عندما نشكر الجمهورية الإسلامية لإرسالها مستشارين إلى العراق واختلط الدم الإيراني مع الدم العراقي، أيضا ندعو الآخرين. الجمهورية الإسلامية أرسلت لنا خير جنرالاتها للدفاع عن المقدسات وعن الأرض العراقية. نعم النصر كان عراقيا، ولكن كان أيضا بدعم ومساندة من الأصدقاء. من لما نشكر الجمهورية الإسلامية على إرسالها رجالاتها وجنرالاتها. لو كان أي بلد عربي أو غير عربي قد أرسل لنا جنديا أو شرطيا كان شكرناه، لكن لأن الجميع لم يقف مع العراق إلا الجمهورية الإسلامية، علينا أن نشكر هذه المواقف وندعو إلى علاقات مشابهة بهذه العلاقات. الدول ماذا تريد؟ تريد علاقات تعاون وتواصل واحترام. دعني أقول لك شيء، لعل في كل هذه الأمور، في كل الأمور هي حادثة ما بين الدول، لكن الأمر الأبرز اليوم الذي يمثل هوية العراق وفخر العراق وفخر العراقيين هي الهوية الحسينية للعراق. العراق اليوم بلا نقاش، بلا جدال، بلا اعتراض، هو الشعب الأكثر كرما، هو الشعب الأكثر خدمة لمحمد وآل محمد ولمحبيهم. هذه الزيارة الأربعينية التي تتجدد في كل عام، والتي هي التي بها نتائج خارج كل قياسات، هذه التي هي أصبحت هوية العراق وهوية العراقيين الذين يفتخرون بها. من يعكس هذه الزيارة بنجاحاتها بعطاءاتها بكرم العراقيين؟ من يعكسها هو الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية التي لم تفوت فرصة إلا وشكرت العراقيين وكرمهم. أكثر من هذا، وخير دليل رسالة في هذه الزيارة الإمام الخامنئي يشكر الشعب العراقي من خلال رسالة يحملها رئيس الإيراني. نقول هذه مستوى الشعوب ترتقي وتزدهر وتحقق تطلعاتها بهكذا تعاون، العلاقة بين الشعبين احترام تفاهم وتعاون، هو هذا الأساس. طيب، وخير دليل اليوم الترحاب للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في البصرة، والعباءة العربية موجودة اليوم على متن الرئيس الإيراني، هذا خير دليل على عمق العلاقة. هذا نفس الشيء لربما وزيادة كان في إقليم كردستان، بالتأكيد، وكان في بغداد، وكان في النجف، وكان في كربلاء، وسيكون في أي مكان. هو الترحيب ليس فقط لشخص رئيس، وهو شخص مرحب به، ولكن هذا الترحيب يمثل الترحيب والاعتزاز والتقدير والامتنان لمواقف الجمهورية الإسلامية تجاه العراق في كل الظروف السابقة. أنا أشكرك الأستاذ هاشم الكندي الباحث في الشأن السياسي. شكرا. كذلك أشكر الأستاذ سعيد شاوردي الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني، انضمنا من طهران عبر سكايب. وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في مناسبات وتغطيات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.